السلام عليكم أستاذ أكرم عبد الرحمن الخلايلة، مرشح اللامركزية لمنطقة بسمان العاصمة الحبيبة عمان. أستاذنا الحبيب، حدثنا عن برنامجكم الانتخابي فيما بمشيئة الله إذا حالفكم الحظ، وما هي الخطط التي ستقومون بالعمل عليها لخدمة أبناء منطقة بسمان بالعاصمة الحبيبة عمان؟ تفضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين. يقول الله جل في علاه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن خير من استأجرت القوي الأمين. صدق الله العظيم. ويقول: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. صدق الله العظيم. انطلاقا من المعاني العظيمة الساكنة حروف هذه الآيات الكريمة، وتأكيدا على حسي المتجدر بالمسؤولية نحو أهلي وجيراني وأحبتي وأهل منطقتي بسمان الحبيبة، وتماشيا مع التزامي الوطني والديني، وترسيخا لإيماني أن الاجتهاد بالعمل يثمر حين نحميه بالقوة والأمانة والثبات. الحق أقول لكم أن ترشحي، ويعلم الله ما هو إلا وسيلة لغايات ودرب لتحقيق أهداف، فلا شك أننا نمر بمرحلة صعبة في كافة المناحي، ولكن